ايه ده حق؟ انا اشتريت قطه ب 400 ريال كان عليا 16000، هطلعها له مع التوصيل 800 ريال. يعني نبقى استفدنا. انا كده هفهمه ان انا مجاني، هقول له بص يا جمال مع التوصيل احسبها لك 600 ريال، 300 توصيل و500 و400 حق. بص مرانا مع التوصيل بجد ده 800 جنيه.